ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله وحده جميع ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة والإنس والجن والحيوانات والجمادات والأفلاك وغيرها. وله وحده الملك والتصرف والتدبير، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: يغفر تعالى الذنب العظيم للموحدين، ويعذب المشركين على الذنب الصغير، ويغفر لمن يشاء من عباده فضلا وكرما، ويعذب من يشاء من عباده عدلا. ثم ختم الله عز وجل الآية الكريمة باسمين كريمين: والله غفور رحيم. غفور كثير المغفرة لمن تاب من عباده، رحيم واسع الرحمة بهم. وتأمل معي أخي الكريم، رغم أن الخلق جميعا دائرون بين مغفرة الله وعذابه، فإن الله عز وجل لم يختم الآية الكريمة باسمين، أحدهما دال على الرحمة والثاني دال على النقمة، بل ختمها باسمين كريمين يدل على الرحمة الواسعة والإحسان. فالحمد لله أن ربنا غفور رحيم. جزاكم الله خيرا. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور.